بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الدرس باش نوريكم شوية حاجات اللي هم مهمين في العداد متاع السيارة أو في التابلو متاع السيارة، وأنا هم منهم اللي لازم صاحبهم فيه على طول يصلحهم أو إرجون يسموه، أو يعني في الوقت يوقف سيارته ولو ياخذها حتى حمالة أو ريموركاج. يعني نعطيكم ساعة بسط على كلهم شو أساميهم، وبعد نرجعوا للحاجات اللي هم خطيرين اللي هم ما يلزمش صاحب السيارة يواصل بها كان شهادة لواحدة منهم. عندنا هذا تكيف هذا متاع المنبه متاع ضبط السرعة، اللي هو هذا مثبت ضبط السرعة، وهذا نظام مثبت السرعة يعني كرادار، رادار متاع مثبت السرعة، وهذا مثبت السرعة يعني اللي هو كي تسوقها بيديك. فما سيارات تنجم تسوقها بيديك ونجم تسوقها برجليك، يعني في الفولون، يعني في العجله نتاع القياده هذيك، في الفولون هذاك في السترسو موجود جيد سموه جيد اوتوماتيك، هذاك تلقى فيه القطعه هذيا كي تشعل الخضره وينجم هو يكسلاني مغادي، يدوس بنزين مغادي وينقص مغادي، كل شيء مغادي. وهذا يعني المساعد على القياده، يعني هذا اللي باش يعني يوريك في اللوتروت يعني الاتجاه الصحيح. عندنا هذه طبعا دواسة الفرامل او دواسة المكابح، يعني كان شعلت هذه طبعا فما الباتان او الفريدو بداو يتعبوا، يعني فما اشكاليه في الفرامل. طبعا هذه الارباك نقولوا احنا اللي هو كيس الهوائي، الارباك اللي هو كيس الهوائي تاع السياره اللي في حاله لا قدر الله حادث يخرج هذاك البر ويحمي السائق من اصطدام بالدار الامامي، يعني بالبرابيز. هذه هنا طبعا كي تفتح كي تكون موجوده، هذه في بعض السيارات مش كلها، السيارة الحادثة هذه مش موجوده في كل السيارات، في بعض السيارات يبين لك ان الكوفر الامامي يعني الصندوق الامامي مفتوح او غطاء المحرك مفتوح يبدا، هذا يسموه غطاء. وهنا اسمه الصندوق الخلفي يبدا مفتوح مثلا، يعني كشعل لك الاشاره هذه معناتها عندك حاجه مفتوحه في السياره. عندنا هذا يشتري لك ان فما الفرامل او البريك معطل، او يعني البريك يعني فما حاجات نتاع البريك، يعني اللي هو الفران عندك ما باتان ولا فريدو، هذه يعني نجم يكون في نفس يعني في نفس العملية، يعني يخدموا مع بعضهم. أنا هذه توريك اللي هي الأبواب مفتوحة ولا لا، طبعا أنا عشرت أنا هذي بالأصفر عليهم كل هذوما بعد نرجعوا لهم، علاش ما عشرت عليهم بالأصفر. عندنا هذي مؤشر الحرارة، عندنا هذي مؤشر الزيت بتاع ضغط الزيت، وهذي بتاع ارتفاع الحرارة. عندنا هذي المفتاح بتاع السيارة، يعني كان يكون فما عطل في نظام التشغيل ولا في كون هذا المفتاح يعطيك الاشاره هذه، كون هذه ماهيش بتخدم، لان لما يكون فما عطل كما هذا ما تخدمش السياره. هذه عجله التوجيه او عجله القياده او السيرسو او الفولون فيه مشكله، اذا كان تشعلك هذاك هذا كيف كيف فيه مشكله. هذه السبته نتاع يعني نتاع يعني الحزام الامان، تبين لك اللي هو لازمك تحط الحزام الامان، استخدام الحزام الامان. هذا يقفل عدد القياده هذا وهذا، يعني يجب يكونوا يعني في نفس الغرض، في نفس يدوا نفس الغرض. هذه العطل في الدينامو او في هذه تنبهك، اذا كانت تشعل تنبهك في العطل انه فما عطل في الدينامو او في مولد الكهرباء او في معبي او الدينامو او الالترناتير. هذه هنا عندك نظيمة نظام تحريك الأضواء فوق وتحت، يعني هذا اللي هو تحكم فيه أنت من داخل السيارة. هذه علامة متاع فما سيارات يعني فيها أن هي توريك الأمورتيسر تاعب ولا لا، يعني المساعدات المساعدين متاع السيارة تلقى فيها أربعة، كل سيارة فيها أربعة، فما نوع من السيارات توريك اللي هي راهو المساعدات فيها متاعها تاعبين ولا لا.
هذا مثلا عطل فيه يعني، هذا فما اللي نوع فما انواع فيهم اللي هم كيما الستروين الاوسيان هذوك، فيهم سيارة تطلع وتنزل توريك الارتفاع فما عطل ولا لا. حتى في بعض السيارات الحديثة واللي هي مضخمة نقول احنا، اللي هي سعرها عالي، تلقى فيها الميزة هذه اللي هو نظام التحكم في ارتفاع السيارة فوق وتحت. هذا يعني الإشارة هذه يعني كي تشعل لك يعني، هي في الأصفر يعني معناتها أن هو فما مشكلة في الأرباك في بعض الأماكن، يعني اللي هي في الوسادة متاع الهواء هذيك، الكيس الهواء هذه توريك المنسوب الماء متاع المساحات اللي هو بدأ ينقص، يعني مش تعبيه بالماء مع المساحات. هذا هنا تقول لك الابي اس مثلا، اذا كان شعل لك هذا معناتها فما خلل في الابي اس، نظام الابي اس، نظام تاع الفرامل الابي اس. هذا هنا عندك اللي في جنبه هذا معناتها خلل في نظام الجير الاوتوماتيك، يعني يعني الحراره اللي فيها سنون هذه نتاع السيارات الاوتوماتيك، فقط فما البوات الاوتوماتيك تعمل اشاره كما هذه، هو فيها يبدا فيها الخلل. هذه عندك لمبه نتاع ضوء اما نتاع فرامل او نتاع فياز نقولوا احنا جمبري او نتاع الضوء الصغير، عندك مشكله في واحده من اللمبات. هذا طبعا خلل في دواسه الفرامل اللي هي نفس اللي حكينا عليها، اللي هي كما تشبه للابياس، اللي هي زاده كيف هذه نتاع الفيدوات ونتاع كما هذه قلنا اللي عليها هنا نتاع الفيدوات ونتاع الباتان ونتاع هذه عندنا يعني كيف خلل في فما لمبه نتاع ضوء في اماكن هذه، يمكن للفرامل خاطر عاملين معاها فريدو، هذه معناتها الفرامل نتاع الفرامل هذه نتاع الفرامل اللمبه هذه، وهذه نتاع الاضواء العاديه اللي هي نتاع السياره. هذا فما خلل في واحده من اللمبات هذه. طبعا السيارات بالنسبه للسيارات اللي فيها سقف المكشوفه نقول احنا الديكابوتابل، هذه تعطيك ان فما خلل في السقف نتاع سيارة ديكابوتابل. هذه هذه الرسول هذه عنده عدة خدمات يعني يقدمها في بعض السيارات. هذا لازم يشعل الصباح بالنسبة للسيارات الديزل، لازم يشعل صباحا حتى ولو لفترة بسيطة ويطفى على روحه. وفي بعض السيارات يعاود يشعل اللي ما فيهاش الاورديناتير ديبور باش يوريك الدياجنوستيك شنو المشكلة، تشعل هذه مكانها. إذا كان شعلت لك هذه والسيارة تخدم معناتها عندك عطل معين في مكان معين. عندنا هذه الفتر نتاع المازوت أو الإيسونس، تلقى فيه فما أنواع فيه مكبترات، يبدأ فيه ماء أو يبدأ فيه تراب ولا حاجة يخدم في فصل السيارة، يشعله فصل السيارة. عندنا هذه خلل في نظام منع الانزلاق، إذا كان يشعل له هذه، هذه نتاع منع الانزلاق يعني نتاع نقول احنا الديراباج. تعمل ديراباج هذه هي متاع يعني في الزلق يعني تزلق في الطريق ولا لا، عندها مشكل مثلا اذا كان يشعل لك. هذه هي لمبة المحرك او لمبة الديوغنوستيك او النظام متاع المشكل في السيارة، اذا كان تشعل لك فما مشكل في السيارة هذه. وحتى الاي بي سي هذا كيف تبعتها يعني يتبع بعضهم، نظام القوة في الالكترونية في المحرك هذه هو يعني فما خلل في المحرك في مكان معين. هذه تنبيه تقول لك يعني الزيت اوكي ولا لا، الزيت يعني السياره موجود فيها زيت ولا لا، يعني اول ما تشغلها. هذه ارتفاع الاناره والنزول كما هذيك كما وريتها لكم الاخرى، كما هذه كما هذه يعني فما هذه بهذه اللي هي تنزل وتطلع الاناره نتاع السياره من قدام. المفتاح يعني تقول لك يعني هذه مثلا فما انواع من السيارات تبدا فيها مفتاح تقول لك راه المفتاح مش بلاصته، مثلا الكارت راهي مش بلاصتها او الـ او الـ الـ يعني اللي تشغل بيه السياره مش في مكانها الصحيح. هذه بالنسبه للتوريك اللي هي البنزينه او الوقود بصفه عامه يعني فيها ولا لا، اذا كان هي شعلت مثلا تقول لك راه لازمك تصب بنزينه او نافطه، وهي مؤشر لل يعني للتواجد الوقود داخل الخزان. هذه كيف تابع الفرامل، تابع الكلتش تابع الفرامل في كان تشعل فما اشكاليه.
هذه يعني حساس نتاع المطر والإنارة، اللي هو يعني كذا كيشعلك، فما عندك مشكلة في حساس المطر هذه. بالنسبة لهذه الانتبريار الخلفي، بالنسبة لهذه الانتبريار الخلفي، وعندك انتبريار الأمامي زاد كيف كيف موجود الاثنين فيهم، في كل السيارات تلقى فيهم الخلفي والأمامي، أو الكشافات الخلفية يسموهم. أو عندنا هذه الكشافات الخلفية اللي هي، فما عند ناس عندهم كشافات خلفية من هنا، وهذا نظام المقطورة. طبعا الكشافات نتاع نظام المقطورة من تالي، يعني اللي هو نظام، إذا كان عندك رابط وراك ريموركة ولا حاجة، تعطيك الإشارة اللي هي الريموركة لاباس راكبة ولا لا، وأضواءها واصلة ولا لا، وكلها تبدأ أمورها منظمة مع بعضها. وهذايا من هنا للمؤشر نتاع، وهنا تقول لك يعني مربوط، انا شفتوه هنا نتاع ريماركاج، هذا يبين لك اللي اسمه الريمارك اللي مركبها من تالي معاك، او المقطوره تقول لك مربوطه او مسكره. هذا المفتاح، هذا مكان المفتاح، هذا في بعض السيارات مش كلهم. وهذه توريك العجلات او ضغط الاطارات ناقص او لا، زايد ولا لا. هذوما الحاجات اللي يعني اعطيتكم عليهم بسطه بصفه عامه، ان شاء الله ما نكون ما غلطتش، الكمال لله، ومنيش نعلم كل شيء، اما نحاول ديما باش نجتهد وغلط لا غير. نرجعوا للاشارات المهمه اللي الانسان الوقت تصير معاه في الثنيه وتشعل واحده منهم، لازم يوقف على طول ويعالج المشكل، اللي هما ان نبدو بالخص اولا بالزيت، هذا مؤشر الزيت، هذا لو يشعلك في الطريق، او انت شغلت المحرك وهو ما حبش يطفى، على طول يعني لازمك توقف تشوف الخلل شنو، يا عندك نقص زيت، يا عندك الزيت يعني مش قاعد يدور في المحرك، عندك اشكاليه. هذه خطر، بالنسبه لهذه خطر تاع الزيت. جي بعدها تاع الحراره، تاع الحراره الاغلبيه تشعلك في الطريق وانت ماشي، فما يعني فما نوع تلقى فيهم اشارتين، اشاره صفراء واشاره حمراء. الصفراء هي كونها مازالت السياره بارده، والحمراء كونها السياره راهي وصلت لدرجه الخطر، اذا كانت تشعلك هذه في الطريق معناتها وصلت لدرجة الخطر. هو مش يعني وصلت كم، يعني وصلت الخطر وفت، لا، أول ما تشعرك معناتها بداية الخطر. خطر، فما ناس برشا تسأل يقول لك أنا ما عنديش عداد نتاع حرارة في السيارة. مش مشكلة، ما عندكش عداد في حرارة في السيارة، هو هذه تقوم مقامه. هذه وقت تشعل أول مرة معناتها وقتها أنت وصلت 98 99 100، زلت ما وصلتش مرحلة الخطر الكبيرة. وقت تولي مرحلة خطر كبيرة وقت يتواصل بها، كيما الساعة مثلا، فما نوع فيهم ساعة يعني توصل، نقول احنا الأحمر، وفي الأحمر فما يعني مسافة حمراء تكملها، إذا كانت تكمل مع المسافة الحمراء هذيك باش تحرقها. هذه يعني معلومة باش تحطوها في بالنا، وإن هذا مش الخطر حرارة. هذوما الاثنين، هذوما الاثنين ومعاهم البطارية، يعني مش البطارية مش بالضرورة، أما هذوما اثنين بالذات، هذوما اثنين بالذات، أو شعلوا لك تقف على طول ما تكملش. طبعا هذوما متاع الدريكسيون أكيد لابد منهم، يعني هي هذه هنا الميزة اللي في السيارات الحديثة، كون إذا كان يتعطل واحد من هذوما الثلاثة السيارة ما تخدمش، يتعطل واحد منهم تولي فيرواج ديريكسيون هذيك، ولا ديفاي إلكترونيك في الدريكسيون، هذوما يقف. هذوما الحاجات اللي نرجع بعد للفرامل، الفرامل تنبهك اما تنجم تواصل بها الا في حاله ما فماش زيت، يعني زيت فرامل تطل على زيت فرامل، اذا كان فما زيت فرامل تنجم تواصل، والفرامل تحت منك لاباس، يعني مش نازلين، هذا مؤشر للباتنات مثلا قرب وقتهم ولازم تبدلهم. هذوما العلامات اللي انا عامل عليهم دورها بالاصفر، هذوما العمليات الخطيرة اللي هي ما يلزمكش الإنسان يواصل بهم إلا بعد ما يصلح، والباقي كلهم هم مش مشكلة، يعني الباقي كلهم يعني ينجم يواصل ويعني يستمر في العملية متاعه، وأقرب ميكانيكي أو أقرب مكان اللي هو يصلح فيه السيارة يكون أفضل. يعني فما خاطر أغلبية السيارات، أغلبية بعض الإشارات لا يجب أبدا إهمالها، هذه يعني لابد من الانتباه في المؤشرات. هذوما اللي صورتهم لكم الستة هذوك أو السبعة هذوك اللي دورت عليهم بالأصفر، هذوما يلزم الانتباه، لأن من بعد تصير لك لا قدر الله مواقف، هذه تسبب في حرق كلاس،
كاس تكسير كلاث او حرقان جوان كلاث، هذه تتسبب في بيل يعني يسموه موتور يقولوا مبيل او خرج من جنبها، هذه تسبب في قدر الله في يعني المخود ما عادش لازم تتحكم فيه، وهذه تولي الفرامل ما عادش تمسك. هذه بالنسبه لهذه اذا كان مسافتك مثلا ما زلت نتاع 20 30 كيلو تنجم تواصل بهذه نتاع نتاع الباتري بعد ما تتثبت ان ان الكرواه او السبته لا بس عليها، يعني احيانا تبدا السبته هي اللي تثبت المشكله وقتها لازمك تصلحها حالا، اما اذا كان السبته راكبه وتدور لا بس عليها تنجم تواصل بها حتى 20 30 كيلو تنجم تواصل بها لين تصلحها عند الكهربائي. ان شاء الله تفيدكم الحادثه هذه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.